شنطتك ما عدتش تيجي تمشي على الارض. الارض بتاعتنا ما عدتش تيجي هنا. لا بقول لك ارضي بتاعتي وبتاعت اهلي، ما حدش هياخدها مني تاني. خدها مني ابعد عننا بقى. انت لازم ما تخش تعيش بكره عشان ما انام هنا. حسب الله ونعم الوكيل. السلام عليكم يا ابو. عليك السلام يا ابني. كنت عايز اقول لك على حاجه. خير يا ابني. الكليه عايزه مني 350,000 و 10,000 اطلع منها واسيبها ولا اعمل ايه؟ لا يا ابني هتطلع ليه؟ عندنا فدان وعندنا نصه ربك يفرجها ان شاء الله. ماشي يا ابو. وهتعمل ايه يابا مع الراجل الغني دي؟ مطلع وخلاص. لا يا ابني ان شاء الله الراجل اللي هنكلم الراجل اجي بكره والشاري وهنشوف الموضوع ده ايه وربك يقدرنا مع الراجل الغني ده ويبقى لنا صرفه معاه ان شاء الله. خلاص ماشي. حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاج؟ من فين الارض انت عايز تباعها؟ انت اللي تشتري؟ اه. هذا الارض يا حاج؟ دي الارض اللي احنا نباعها يا حاج. دي فدانه نبيع نص ونسيب نص. ليه يا حاج؟ عشان ابني رايح الكليه تشتغل عدد 250,000. طيب الف مبروك يا حاج وانا اعمل لك اللي انت عاوزه. يا حاج عفوا عندك الحظ. ماشي يعني عمرين ده بالكلام بقى. يابا الراجل ما بيع الارض يابا. يبيع ايه؟ ده يبقى نهار اسود النهارده. يابا تعالى. انت يا ابني انت قاعد بتعمل ايه؟ الله اللي افكر يشيل الارض دي لدفنه قبل ما يطلع منه. مين ده يا حاج؟ انت حاج انا هبيع نص الارض للراجل اللي جاي يشتري ده. لا انت ولا الشيء اللي انت جايبه معاك ده تقدر تاخده شرفان من الارض. لا احترم نفسك عشان ما احسبش ده من الارض. اللي تعالى صوتك عليه معاش ولا فين اللي عايز صوت عليه؟ السعر ده هو ايه ضرب النار ده؟ لا ابا لا لا ابعد يا لا بعد تيجي تجيب النقطه الثانيه تعملها. قوم يا ابني قوم يا ابني. اه هنا انت اهو. يا احمد انت فاهم؟ تعالى بسرعه عشان عايزك. خش يالا. لا يا ابني ما اتفقناش على الاكل. بس اجري.